أن الحق سبحانه وتعالى برحمته بخلقه أراد أن يرفع الحياء عن العاصي لله حين يقبل على العمل. ربما كان عاصيا ويقول أنا أستعين بمن عصيته، أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنا صنعت كذا مما يغضبه، يقول لك لا، أصل رحمن وأصل رحيم. فلا تمنعنك معصيتك له أن تستهل كل عمل باسمه. ليه؟ لأنه جاء بحيثية وهو إيه؟ الرحمن الرحيم. ولولا رحمانيته ورحمته لما بقيت لنا نعمة. لو يؤاخذ الله الناس ما ترك على ظهرها، اوعى تخلي